ومعنا من العاصمة السورية الناشط الإعلامي أبو هشام الشامي. أبو هشام، كيف تصف الوضع ميدانيا وماذا عن الاشتباكات التي سمعنا عنها في حي التضامن في دمشق؟ هل هي مستعان يا برود أخي الكريم؟ وهذا أكثر من شهر وتعرض للقصف بالمدفعية على حي القاعة تحديدا، أدى في دمار بعض المنازل وأصابت العديد من المدنيين، واحتراق عدد منازل. تم استهدف القصف على حي الصالحية من ومنطقة عقدة وشارع الربيع، وحالة نزوح بين الأهالي جراء القصف المتواصل. وللتنويه أخي الكريم، القصف لم يتوقف منذ الليل. أشكرك، شكرا لك، شكرا جزيلا لك. سنتابع أي تطورات تحدث بطبيعة الحال. من العاصمة السورية الناشط الإعلامي أبو هاشم الشامي، شكرا جزيلا.